لاعب رئيس يفرض نفسه بقوة اليوم على الساحة العالمية، ينافس النفط والذهب والثروات الباطنية الأغلى، أحدث ثورة كبرى على خارطة الثروة العالمية، فكان النعمة والنقمة في آن، وقود الحداثة الأول الذي جدد الأمل في مستقبل أخضر للعالم، والمطلوب رقم واحد لدى أكبر شركات التكنولوجيا العالمية. الليثيوم ما هو؟ أين تتركز منابعه الأساسية؟ كيف حول أفغانستان إلى سعودية الليثيوم؟ وهل يمكن أن نشهد حروبا عالمية من أجله؟ وقود الحداثة. بدأت قصة الليثيوم في القرن التاسع عشر بإنجلترا باكتشاف ينبوع تحت سطح الأرض بعمق 450 كيلومتر على مشارف بلدة ريدروث بمقاطعة كورنوول الإنجليزية، تحديدا في منجم ويكليفورد للنحاس. وبعد إجراء الاختبارات تبين أنها تحتوي نسبة كبيرة من الليثيوم. حينها تخيل العلماء أن إنجلترا حازت ثروة هائلة، إلا أن هذه الثروة بقيت بلا استغلال لأكثر من 150 عاماً، إذ لم يكن للعالم آنذاك حاجة للليثيوم. ومع دخول القرن الحادي والعشرين وتطور التكنولوجيا ووسائل الاتصال، زادت حاجة العالم للليثيوم، العنصر الأساسي في صناعة بطاريات الهواتف والحواسيب المحمولة، كما زاد الطلب عليه مع بداية تصنيع السيارات الكهربائية، حيث يصل عدد الأجهزة التي تحتاج إلى بطاريات الليثيوم اليوم إلى 1.5 مليار جهاز تقريباً. مع التفات العالم إلى ضرورة البحث عن طاقة بديلة نظيفة في ظل أزمة المناخ العالمي، حيث يتميز الليثيوم بقدرة طاقة عالية جعلته يفرض نفسه كأهم عنصر في قطاع السيارات العصرية. ليرتفع الطلب على الليثيوم في السنوات الأخيرة مع اتجاه مصانع السيارات العالمية نحو تصنيع المركبات الكهربائية التي من المتوقع أن يبلغ عددها 10 ملايين سيارة تقريبا بحلول عام 2025. بالتالي سيحتاج العالم وفق تقديرات الخبراء إلى 330,000 طن متري من الليثيوم في ذلك العام. كذلك تعلو المطالبات بضرورة مضاعفة إنتاج الليثيوم بنحو 5 مرات على الأقل في سعي للقضاء على الانبعاثات العالمية بحلول 2050 والتقليل من التلوث البيئي وأزمة المناخ. ليثيوم أمريكا الجنوبية بين النعمة والنقمة. تعد بوليفيا وتشيلي والأرجنتين مثلث الليثيوم، إذ يتركز فيها ثلثا احتياطي الليثيوم في العالم، وتمتلك بوليفيا أكبر احتياطات الليثيوم التي وصلت وبحسب التقديرات إلى 9 ملايين طن من المعدن، ورغم ذلك تعتبر تشيلي على رأس العالم في هذا المجال. وبالانتقال إلى جبال الأنديز، الحد الجبلي الذي يقسم أمريكا الجنوبية، نجد بحيرات شاسعة من الملح بكل أشكاله وأنواعه، ما يعني عملياً وجود أطنان من الليثيوم، ما جعل هذا المكان محط أنظار الشركات العالمية حول العالم، خاصة تلك المتخصصة في قطاع الإلكترونيات والبطاريات والسيارات الكهربائية، سعياً نحو الاستحواذ على بحيرة أويوني الواقعة بين سلاسل جبال الأنديز، والتي تبلغ مساحتها 10,000 كيلومتر. وبينما تبدو جافة قاحلة، إلا أنها تحتوي واحدا من أغلى الكنوز في العالم الحالي، إذ يؤكد الباحثون أنها تحتوي على ما لا يقل عن 100 مليون طن من الليثيوم، ما يشكل أملا كبيرا للشعب البوليفي في تغيير حال البلاد وأحداث قفزة اقتصادية هائلة، إذ تسعى شركات عالمية لوضع يدها على هذا الكنز الرهيب الذي ينتظره مستقبل كبير جدا. فالصين وحدها وضعت خطة لإنتاج 1,000,000 سيارة كهربائية مع بلوغ عام 2030، وبناء أكثر من 10 ملايين موقف توفر فيها مقابس كهربائية لشحن بطاريات الليثيوم. بذلك بات الطلب ملحا على هذا المعدن أكثر بكثير من الطلب على الذهب الأصفر أو حتى البترول، حتى بات يلقب بالذهب الأبيض الجديد. فمثلا طلبت شركة بولوري الفرنسية وشركة ميتسوبيشي اليابانية من الحكومة البوليفية أن تساعدها في استخراج الليثيوم من بحيرة أويوني مقابل 100 ملايين اليوروهات، وتنظر بوليفيا بجدية في العروض التي تصلها، لكنها أيضا تتجه نحو الاعتماد على نفسها في استخراج كربونات الليثيوم من مياه البحيرة،
خاصة أن العلماء أكدوا أن الاحتياطي الذي تملكه من هذا المعدن يكفي العالم أجمع. وبالفعل شيدت مصنعا في أويوني بكلفة بلغت 17 مليون دولار، ووضعت خطة لإنتاج 40 طنا من كربونات الليثيوم شهريا، وهذا منذ عام 2014. أيضا أبرمت بوليفيا صفقة مع شركة ACI الألمانية لاستخراج الليثيوم ومعالجته وتسويق بطاريات أيونات الليثيوم البوليفي مقابل 1.3 مليار دولار أمريكي. كذلك أنشأت اليابان مصنعا جيولوجيا حراريا في أويوني نفسها، المدينة الصغيرة التي تقع على ضفاف بحيرة سالار، والتي انتعش اقتصادها فعلا بعد بناء المصنع من حيث عدد السياح وتوجه الأنظار العالمية نحوها. إلا أنهم في المقابل شهدوا معاناة من نوع آخر، إذ لاحظ المواطنون الذين يعتمدون في اقتصادهم على الزراعة بشكل خاص تناقص نسبة المياه الجوفية في مدينتهم، حيث أن إخراج الليثيوم يستهلك كميات هائلة من المياه الجوفية النقية، ما يمثل قلقا كبيرا لدى السكان الذين يتوقعون اختلالا في النظام البيئي لمدينتهم بعد الإقبال الشديد على استخراج هذا المعدن. أفغانستان سعودية الليثيوم. من المعروف أن أفغانستان إحدى أفقر الدول في العالم، لكن هذه الحقيقة تغيرت منذ عام 2010، حيث أعلن المسؤولون الأمريكيون اكتشاف مخزون من المعادن الطبيعية سيغير وضعها الاقتصادي. وأكد تقرير البنتاغون آنذاك أن أفغانستان في طريقها لتكون سعودية الليثيوم، إذ أنها ستنافس السعودية الغنية بالنفط بإنتاجها لمعدن الليثيوم ذو الأهمية المتزايدة يوما بعد يوم. وقد قدر العلماء احتياطي أفغانستان من المعادن بتريليون دولار، بينما أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي أن المخزون الحقيقي قد يصل إلى 3 تريليونات دولار. ما لفت اهتمام الدول الصناعية نحو البلاد التي تواجه تحديات كبيرة أمنية وسياسية وعقبات كثيرة تقف أمام استخراجها لهذه الثروة، والتي تتنوع بين الليثيوم والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة مثل النيوديميوم. وازدادت صعوبة الاستفادة من هذه المعادن خاصة بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد. كذلك أعلن الخبراء أن أفغانستان اليوم تنافس بوليفيا الموطن الأكبر لهذا المعدن في العالم، بينما تقدر وكالة الطاقة أن استخراج المعدن قد يستغرق 16 عاما. وتدر الثروات المعدنية حاليا على أفغانستان 1 مليار دولار سنويا فقط، وفق تصريحات المدير السابق لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي. عراقيل وصعوبات. وفق تقرير للبنك الدولي، فإن العالم في حاجة إلى مضاعفة إنتاج الليثيوم 5 مرات حتى تتحقق أهداف القضاء على الانبعاثات العالمية مع حلول عام 2050، لكن ذلك ربما يكون صعب التنفيذ على أرض الواقع، حيث يواجه إنتاج الليثيوم عراقيل كثيرة وصعوبات، أهمها التأثيرات البيئية المكلفة لاستخراجه بالطرق التقليدية، فهو حاليا يستخرج من مناجم مدفونة تحت الأرض أو من خزانات المياه المالحة من البحيرات الجافة في أمريكا اللاتينية. وقد أكد خبراء بيئيون أن التنقيب عن الليثيوم بالصخور الصلبة، أي استخراجه عبر الحفر المفتوحة ثم تعرضه لحرارة عالية بواسطة الوقود الأحفوري، يؤدي إلى تدمير مساحات كبيرة من الأرض، إضافة إلى استهلاكه لكميات كبيرة جدا من الماء، إذ تقوم العملية على عزل كلوريد الليثيوم عن سائر الأملاح الموجودة في المياه المالحة، ثم جمعه من المصفاة المخصصة بغسل كريات الراتنج بالماء النقي، ثم حقن المياه المتبقية في الأرض عبر الحفر. بعد ذلك ينقى كلوريد الليثيوم ويركز على إنتاج هيدروكسيد الليثيوم الذي تصنع منه البطاريات في عملية تطلق ما يصل إلى 15 طنا من غاز ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الليثيوم، ما يعني كارثة على البيئة بالدرجة الأولى وهدرا كبيرا للمياه في مناطق تعتبر شحيحة نسبيا بالمياه الجوفية، ما ينعكس سلبا على سكان المناطق الغنية بهذا المعدن. لكن في المقابل توجد طرق وأساليب أقل تكلفة وبتأثيرات سلبية أقل أيضا، مثل تلك الطرق التي تعتمدها كورنوول وألمانيا والولايات المتحدة،
حيث تستخرج الليثيوم عبر محطات الطاقة الحرارية الأرضية. وتتميز هذه الطريقة بأنها أقل هدراً للمياه والموارد الطبيعية، وانبعاثاتها من الكربون أقل بكثير، أي أن سلبياتها البيئية قليلة جداً بالمقارنة مع الطرق الأخرى. أيضاً دخلت تقنيات متطورة أخرى في عمليات التنقيب عن الليثيوم واستخراجه في سعي عالمي للتقليل من التكلفة المادية والبيئية، وذلك في سعي عالمي حثيث لفتح الأبواب أمام أفغانستان خاصة والدول الغنية بهذا المعدن عامة لتسهيل استغلالها لهذه الثروة الهائلة التي تمتلكها. عبر التاريخ اشتعلت حروب كثيرة بسبب النفط، كالحرب العالمية الأولى وحرب الخليج، واليوم يتوقع العالم نفاذ هذه الثروة بحلول عام 2050، ما دفع العالم إلى الالتفات للبحث عن ثروة بديلة، خاصة مع انطلاق ثورة الطاقة الحديثة، ليقف الليثيوم كبطل لمستقبل القرن الحالي. فهل نشهد قريبا حروبا عالمية من أجل بطارية الليثيوم؟